بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في الكبسولة 52. هنتكلم عن ضبط واختيار طرمبة حقن الشاب. يا جماعة، طرمبة حقن الشاب طرمبة ترددية بستمية أو دافرام بامب. المهم يعني إن الطرمبة دي بتتحرك في مشوار، والمشوار ده أحيانا ما تحتاجش إنك أنت تاخد المشوار لآخره، فيبقى ممكن تمشي نسبة من المشوار، جزء منه. النسبة دي بتعرفها منين؟ النسبة دي بتحددها من خلال الأسامات اللي بيقول عليها، أو البقرة اللي هي بتحدد لك إيه أنت واخد قد إيه من مشوار الترومبة. الترومبة بتمشي، المكبس يعني بيمشي مش قد إيه من مشوار الترومبة. فيعني زي ما شايفين كده، الترومبة هنا متقسمة من 0 لـ100، فدايما هتلاقي ارقام بقى ايه. انت مثلا بتحرك البكره دي بحيث تبقى على العلامه قدام 40، يبقى انت ماشي 40% من المشوار، وهكذا. الفكره بقى، انت بقى هتحتاج انك تحدد المشوار ده قد ايه، 40 ولا 50 من المية في المية بتوع الترومبه. تعرفها ازاي؟ بتستخدم القانون ده. القانون ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك المشوار بيساوي تصرف المية العكرة اللي داخل المحطة بالمتر مكعب في الساعة في الجرعة اللي محددها المعمل في 100، على تركيز محلول الشابة. يعني شوف بقى ايه، زي ما انت قسته من الكبسولة اللي فاتت، هل هو 24% ولا 20%، ولا انت بتستخدم شابة صلبة فهو مثلا 10% ولا كام بالظبط، بتحدده وتضرب في اقصى تصرف لطلمبة الشابة اللي عندك. المفروض تكون عارف التصرف بتاعها كام، اقصى تصرف فيها كام، في 1000. لما بتحط الكلام ده كله معروف عندك، تصرف العكرة المفروض يكون معروف عندك، والجرعة دي المعمل بيقول لك عليها، وتركيز محلول انت لسه قايسه بالهيدروميتر، واقصى تصرف ده القياس اللي عند ترومبة الشابة لما تكون 100%، بتحددك ساعتها المشوار. المشوار ده بيطلع رقم، يعني مثلا 45، 50، 60، 70، وهكذا. تمام كده يا جماعة؟ الموضوع سهل جدا جدا لو انت عندك البيانات دي موجودة في المحطة. لكن النقطة التانية اللي جاي اتكلم النهاردة عليها، انك انت بتختار الترومبة اصلا ازاي؟ هتشتري الترومبة ازاي؟ لما تيجي تشتري الترومبة يا جماعة، بتستخدم نفس الايه القانون اللي انت بتستخدمه ده، عادي جدا جدا. لكن الفكره في ايه؟ الفكره انك انت هنا ما انتش عارف اقصى اللي انت عايز تحدده هو اقصى تصرف لطلب الشابه اللي انت هتطلبه من المورد. يعني طب ازاي؟ بص يا سيدي، اولا انت بتفترض ان المشوار ده حوالي 60، انك هتمشي 60% من المشوار، وبالتالي يبقى ده كان المجهول عندك. لكن ايه المجهول دلوقتي؟ ده المجهول، واخد بالك، اللي هو اقصى تصرف. فبتعمل المعادله دي، بتضرب المعادله دي، وبالتالي تقدر تحدد، تضرب تصرف في الجرعة في 100 وتقسم على 60 في تركيز المحلول في 1000، هتلاقي على طول طلع لك الايه، تصرف ترومبة. طب احنا ليه حاطين هنا المشوار 60؟ يعني حاطين هنا المشوار 60 ها، عشان يبقى عندك فرصة لو حصل ان تصرف الترومبات زاد، او دخلت تصرف ترومبة جديدة، ممكن المشوار ده يزيد ل 70، 80، 85، 90، وبالتالي لازال عندك فرصة، والترومبة بتغطي احتياجات المحطة. خد بالك يا جماعة، انك انت ممكن جدا الترومبة تكون عندك مش مساعداك، صغيرة مثلا او كده، فانت ساعتها ممكن تغير في التركيز. يعني لو انت عندك الترومبة شغالة في نقطة عالية جدا، مثلا 90% من تصرفها، ولكن مش جايبة ال 90 جايبة 90%، لكن مش جايبة كمية الشابة اللي انت محتاجها، فساعتها انت ممكن تخلي التركيز ده بدل ما هو مثلا 24% خليه 28% او 30%، وتشتغل بحيث تبقى الطلمبه في الرينج بتاعها، وفي نفس الوقت جايبه لك كميه الشابه اللي انت محتاجها. يبقى انت عندك اكتر من عامل ممكن تغير فيه، الستروك بتاعك او في التركيز. واحيانا بعض الطلمبات بيكون فيها كمان بتبقى راكبه على في اف دي او مغيرات سرعه، فبالتالي سرعه تغير سرعه ايه الترومبا كمان ممكن يخش معاك عامل من عوامل تغيير تصرف الترومبا او التصرف الخارج من ترومبة حقن الشاب. اتمنى ان الكلام يكون واضح، وممكن تجربه على ورقة وقلم لو انت بتختار ترومبا جديدة. لان انا احيانا بشوف محطات كتيرة جدا تلاقي الستروك بتاع الشابة
بتاع الترومبة مثلا ايه 10% 20%. يا جماعة المفروض الترومبة عشان تبقى شغالة مستريح بتكون في النص، يعني 50 60 70 كده كويس، واخدتي بالك؟ لكن تلاقيها مثلا الترومبة شغالة 5%. طب ليه 5% يا جماعة؟ قال لك الترومبة كبيرة جدا وبتاع. يبقى هم اختاروا غلط. في الأول كان لازم يتعمل المعادلة دي وتحط تصرف الترومبة، تصرف العكرة اللي أنت عارف إن أنت هتشتغل عليه. دي كانت الكبسولة بتاعت النهاردة، بتمنى إنها تكون مفيدة. بتمنى منكم التواصل على الإيميل الموجود على الشاشة أو رقم الواتس الموجود على الشاشة. بشكركم شكرا جزيلا، وأشوفكم بخير إن شاء الله في كبسولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.